أجلكم بقى للجزء اللي اتكلمت عليه في أول الحلقة وهو التضييق. الأستاذة رانيا الشيخ، وزي ما قلت لكم رانيا دي كانت واحدة من المعتقلات اللي تم اعتقالها في 2013، وكانت من أصغر الفتيات سنا وفضلت معتقلة لمدة سنتين لحد ما أطلقوا سراحها في 2015. النهاردة نزلت أول لما سمعت أن في عمل توكيلات، وان هنشوف بقى ان شاء الله الناس تقدر تروح للشهر العقاري وتعمل التوكيلات اللي عايزه تعملها. فرانيا الشيخ قالت: تم الاعتداء عليا انا والزميل كريم الشاعر والاستاذه فريده حسن، ونطلع لكم بواسطه مجموعه من البلطجيه. كان في مجموعه من البلطجيه في شهر عقاري رود الفرج، وتم منعنا من عمل التوكيلات من قبل البلطجية، واستلمنا البطاقات الشخصية الخاصة بينا من قبل واحد من الأشخاص اللي كانوا بيشاركوا في ضربنا في الشارع، رغم أننا سلمنا البطايق لمدير مكتب الشهر العقاري. خرجنا بسلام ومشينا بعد استعطاف للبلطجية انهم يسيبونا. هنطلع لايف لما نوصل لمكان آمن. طبعا هم عملوا اللايف وده اللي هنشوفه في الفيديو اللي جاي. حد ضخم شويه، راجل ضخم شويه، عملني بالحرف كده من غير ما يقول اي كلام. هو عمل كده وفتح الباب ودخل، واول ما هو دخل وطلع مشي، بدأت ست جت وقفت قدام الباب وتتخانق مع الشخص اللي كان بيطلب مننا البطايق في الأول. أنا فهمت طبعا قلت أستاذ كريم إنه إحنا دي اختلاط ومشكلة، علشان إحنا هنتأذي حالا، هيحصل مشكلة. الناس اللي واقفة حوالينا أصلا في ناس شكلهم غلبان قوي، واقف عمال أشخاص واضح إن هم جايين من شغل أو من شركة أو من مصنع، عمالين يقولوا لهم خلاص إحنا مش عايزين نعمل توكيلات، ادونا البطايق عشان نمشي، ادونا البطايق عشان نمشي. كل ردهم من السيستم فيه مشكله، استنوا شويه احنا هنظبطها معاهم ما تقلقوش. ده الرد بتاع المدير نفسه اللي كان بيطلع ياخد الحاجات من الناس اللي بتعترض، تدي البطاقه للبلطجي اللي واقف بره في الطرقه. الست وقفت، فانا لما حسيت ان في خناقه بتدار طلبت من استاذ كريم واستاذه عزه ان هم تعالوا نبعد عن المشكله. بنبعد عن المشكله فجاه لقينا الضرب اشتغل فينا احنا شخصيا، الستات بيشدوا في شعري بشكل مش مفهوم اصلا. كل اللي قدرنا نقوله استاذ كريم كان طبعا شكلان بيحاول طول الوقت يبعد اي حد ان هو يضربني ضرب حاد اكتر من اللي كان بيحصل. وكل اللي كنا بنقوله ان احنا مش جايين ناذي حد، مش جايين ناذي حد، مش جايين ناذي حد، مش جايين ناذي حد، احنا خلاص عايزين نمشي. طب مش هنعمل توكيلات، عايزين نمشي. اول ما قلنا ان احنا مش هنعمل توكيلات عايزين نمشي، البلطجيه اللي هم اكبر سنا من الناس اللي كانت بتضرب فينا، كبار البلطجيه اكبر سنا منهم، طلبوا ان احنا طب خلاص هتمشوا، طب تعالوا بقى انزلوا بقى خلاص يا جماعه، خلاص يا جماعه، وعملوا علينا دايره كده، والست ماسكه شعري واستاذ تاني عمال يضرب في استاذ كريم، والست اللي استاذه عزه اللي كانت معانا فجاه اختفت وسط الضرب. سمعتوا عن ده فين ولا شفتوه فين قبل كده؟ ان هروح على الشهر العقاري عشان أعمل توكيل لواحد من المرشحين اللي أنا شايفاه أنه بيمثلني وأن أنا ممكن أديله صوتي، عشان أنا عندي يقين أن إحنا في انتخابات حقيقية مش تمثيلية ولا مسرحية، فأروح أضرب ويتم الاعتداء عليا وما يسيبونيش غير لما أقول خلاص 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 أنا مش هعمل توكيل. فهتمشوا؟ آه هنمشي، يلا خدوهم. والبلطجية يعني زي ما احنا سمعنا كده كاتيجوري، في الأكبر سنا وفي الأصغر اللي بيقوموا بعملية الضرب، يعني في حد للتفاهم وفي واحد للضرب والشتيمة بس. الفيديو ده الحقيقة كارثة 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 حقيقية، وزي ما قلت لكم مش بس انه لطمة على وجه النظام، لا ده ولا لطمة على وجه النظام، لطمة على وجه وزارة العدل، على وجه وزارة الداخلية، ان البلطجية واقفين وتقول لك كان في ناس قبلنا واقفين وغلابة وقعدوا. لا غلابة يعني غلابة بمعنى ان خلاص احنا مش بتوع مشاكل، احنا مش بتوع مشاكل، نمشي. مفيش عسكري، مفيش امين شرطة في المنطقة يروح ويمنع البلطجة دول، ولا هم معاهم تصريح؟ ده يعني مشهد من المشاهد، وما كانش المشهد الوحيد. في كمان منسق حملة طنطاوي في العبور قال كان في تعنت،
كان في تعنت كبير من موظفين الشهر العقاري في العبور. شوف روض الفرج والعبور، روض الفرج فيها بلطجية والعبور فيها بلطجية، متخيلين؟ ما فيش مكتب شهر عقاري في مصر تروح تعمل فيه توكيل لأحمد طنطاوي ما كانش البلطجية موجودين وواقفين مستنيينك. فكمان قال لك كان في تعنت من الموظفين زائد الضغوط اللي تعرضنا لها من البلطجية. تعالوا نسمعه. مساء الخير، اقول لحضراتكم اللي حصل النهارده، اللي حصل النهارده مش طبيعي، اللي حصل النهارده ما بيحصلش في اي دوله في العالم. انتخابات فيها وتوكيلات فيها بلطجه، مش معقول اللي بيحصل. معايا عائلات ومعايا ناس محترمه جايين باطفالهم عشان يعملوا توكيل لاحمد طنطاوي، تروح شهر عقاري، موظف شهر عقاري يقول لي استنى احنا لسه قدامكم 200 واحد. ازاي 200 واحد؟ قال لي استنى، بعدين بعد ما استنينا، معلش يا جماعه اصل السيستم واقع. ايه السيستم اللي واقع؟ وايه ال 200 واحد؟ بعد كده فوجئ ان هم كميه من البلطجيه حوالينا كرتونه ويتوزع عليهم البيبسي ويتوزع عليهم السندوتشات، وبداوا يلفوا حوالينا، كل ما اتحرك في حته الاقي واحد منهم معايا، كل ما اتحرك في حته الاقي واحد، كل ما اتكلم تليفون الاقي واحد جاي بيصنط على تليفوني بكلمه هو في ايه؟ بعد ده كله العائلات اللي معايا بدات تنسحب لما شافت الاشكال ديت والمناظر ديت بتعمل فينا كده، والموظف متعنت ومش عاوز يعمل التوكيلات ويقول لك السيستم واقع قدامي 200 واحد. والموظف ده انا اصلا بشك ان هو مش موظف شهر عقاري اللي بيرفع الشبابيك ياخد البطايق مننا. بعد كده الناس بدات تنسحب، فضلت انا والاستاذ طلعت هاشم واحنا قاعدين، بداوا يحتكوا بينا وبداوا يضايقونا شويه. لقيت واحد منهم جاي بيقول لي ممكن تقرا المسج ده ليا في تليفونه، فانا ببص تليفونه فيه ايه؟ لقيته بيميل عليا وبيقول لي لازم تمشي حالا لان هم عينهم عليك وناويين يبهدلوك، اول ما تفتح الشباك هيعملوا معاك منظر. ناويين يبهدلوكم، والموظفين متعنتين، والبلطجيه في كل مكان، ورغم كده احنا صابرين ومكملين عشان عندنا يقين ان احمد الطنطاوي يستحق الدعم، فهنستحمل كل ده. بعد كل ده اتعملت التوكيلات؟ لا، بعد كل ده التوكيلات برضو ما اتعملتش والناس خرجت من الشهر العقاري. تعالوا نسمع. اتصلت باللجنه المركزيه لينا، اللجنه المركزيه قالت تنسحبوا فورا. انسحبنا، يفضلوا ماشيين ورانا ويصوروا عربيه لغايه ما نروح نركب عربيه، يصوروا عربيه ويصوروا ارقامها. انتوا مين وعايزين ايه؟ ومش معقول احنا من حقنا نعمل توكيل لاي واحد احنا عايزينه. انت ليك انت مجد الشعب بتاعك اللي انت صانعه على عينك، خليه يا عم يطلع شيل نائب منه ياخدك وخلاص. ليه بتنزل دول يزحمونا بكرتونه و 200 جنيه وعلبه بيبسي؟ ليه بتنزلهم؟ وبعدين ليه تهدد؟ على اي اساس انا اتهدد وتقول لازم تمشي وتسيب اللجنه دلوقتي؟ لانك ممكن تتبهدل وممكن يحصل فيك وممكن يحصل فيك. منصف مدينه العبور مش عارف يعمل توكيل واحد، توكيله الشخصي مش عارف اعمله. ايه ده؟ ايه الديمقراطيه دي؟ ايه الديمقراطيه دي؟ ده انتوا تعديتوا السويد وفنلندا في الديمقراطيه. حته التوكيل خايفين منه؟ اذا انتوا خايفين من توكيل، امال ماسكين البلد انتوا ازاي؟ معاكم الاجهزه ومعاكم كل حاجه وخايفين من توكيل؟ بعدين افوجئ ان كل زمايلي مش عارفين يعملوا توكيلات على مستوى الجمهوريه، ليه؟ وبأمارة ايه؟ هو فرد يعني؟ مش فرد يعني، مش بأمارة حاجه. من حقنا نقول لا ومن حقنا نقول اه، مش معقول هنفضل عايشين في البلد دي كده. توكيل واحد مش عارفين نعمله؟ فوق على مستوى الجمهوريه كلها، بأمارة ايه؟ وليه؟ وليه نتهدد؟ وليه ينزل لنا بلطجيه؟ ده سؤال يعني؟ ليه تتهدد عشان انت عايش في مصر؟ تقول اه او لا في ظل حكم عسكري لمرشح. انا ما اعرفش هي التوكيلات اتعملت على اي اساس، وحتى الان رئيس النظام المصري ما اعلنش ان هو مرشح، ما طلعش وقال باعلن نفسي مرشح لرئاسه الجمهوريه المصريه 2024، لا في بيان ولا في تويته ولا في بوست ولا في اي حاجه خالص، ورغم كده التوكيلات اتعملت له. طب ما يمكن مش هيترشح مثلا، يمكن مش هيترشح. التوكيلات كانت سهلة وبسيطة، والتوكيلات لحملة أحمد الطنطاوي كانت صعبة ومعقربة، معقربة خالص. طب إيه الحل؟ إيه الحل عشان يبقى فيه توكيلات؟ مجرد اقتراح، مجرد اقتراح اللي هقوله لكم. أول حاجة، أنا بوجه كلامي الآن للنائب أحمد الطنطاوي المرشح الرئاسي المحتمل، وبوجه الكلمة دي كمان لأعضاء الحملة بتاعته. ابدأ بالخارج، اجمع توكيلاتك بالخارج،
مش اسهل. وانا شفت النهارده ناس في المانيا بيقولوا اتمنعوا ورفضوا يعملوا لهم التوكيلات. لكن لو حضرتك كلفت ناس انها تشتغل لك منسقين بجد موجودين في عواصم العالم المختلفة، عندك واحد في ألمانيا، أكيد عندك حد بيحبك وبيدعمك في ألمانيا، وأكيد عندك حد بيحبك وبيدعمك في تركيا، وكذلك في أمريكا، وكذلك في فرنسا، وفي كل عواصم العالم هتلاقي شخص يقدر يقولك أنا معاك وأنا بسندك وأنا بدعمك، ويتفق مش من خلال الجالية، عشان يعني أغلب الجاليات المصرية الرسمية مخترقة. يتم عمل لقاءات، انت هتدعم طنطاوي، انت طنطاوي، انت طنطاوي، انت طنطاوي، يلا بينا. ويتم الاعلان، ويكون معاهم اعلام، يكون معاهم موبايلات، يكون معاهم صحافه المواطن، البث المباشر، ويطلع كل واحد فيهم على في يوم محدد، النهارده الخميس مثلا، بلاش النهارده، الاربع 27 سبتمبر 2023، اللي عايز يعمل توكيلات لاحمد طنطاوي في مقر السفاره المصريه في باريس هنتجمع الساعه 11. والساعه 11 يكون في 200 300 واحد موجودين، ويروحوا ويعملوا لك التوكيلات. ومهما كان، مهما كان التعنت من السفارات المصريه، مش هتوصل للضرب ولا التهديد ولا الإهانة، ولا هيجيبوا لهم البوليس، وهيمشي الموضوع سهل. ابدأ بالخارج، وجمع أنصارك في الخارج، وجمع توكيلاتك في الخارج، وبعدين نشوف الداخل. الداخل بقى كمان عندي ليه فكرة حلوة. النهاردة الأستاذ اللي شفناه المنسق بتاع الحملة في منطقة العبور، واللي زعلان وحزين إنه هو كمنسق للحملة بشخصه معرفش يعمل التوكيل، فما بالك الأنصار والناس اللي بيدعوها وضعها إيه؟ طيب حضرتك هتجمع الأنصار وهتجمع الناس اللي عايزين يعملوا التوكيلات، وحضرتك هتطلع على اسم شرطة العبور وهتقول لهم إن إحنا عايزين قوة تحمينا في الشهر العقاري من بطش البلطجية، من بطش البلطجية. أنتوا كناس صالحين وطنيين مخلصين عايزين حماية من البلطجية، طالما ما فيش سيطرة على البلطجية وخلاص موضة رجعت تاني في كل مؤسسات الحكومة، يبقى الشرطة بقى ده دورها. الشرطة من أجل الشعب هي اللي تحمي المواطنين من البلطجية. مجرد اقتراح لجمع التوكيلات وحماية الناس من البلطجية اللي بقت يعني ظاهرة كده وتفشت في أقل من 24 ساعة في كل مكاتب الشهر العقاري. أستاذ جمال عيد الحقيقة النهاردة كتب تويتة بيتكلم فيها على اللي بيحصل مع حملة النائب أحمد الطنطاوي، وقال لك كمواطن متشكك وبشدة في كونها ستكون انتخابات رئاسية، متعاطف بقوة مع حملة المرشح أحمد طنطاوي ومتضامن معها ضد البلطجة، ضد البلطجة التي تمارس ضدها. كحقوقي أستهجن تهديد ما تسمى اللجنة العليا للانتخابات لمن يعلن أنها ستكون غير نزيهة، وأراه انتهاك من لجنة لها دور سياسي ودور قضائي، لا سيما وحملات القبض على أنصار مرشح معارض تدور الآن، ومضايقات ضد أنصاره في عمل التوكيلات، واستمرار هذا النهج يؤدي إلى انتخابات، الانتخابات الجادة بريئة منها. كمحامي أحث النائب العام الجديد على أن يعتبر الشكاوي العديدة سواء المكتوبة أو التي تم بثها كفيديو عن اعتداءات ضد مواطنين مصريين يرغبون فقط في عمل توكيلات لمرشح بلاغات، ويجب عليه التحقيق فيها. كناخب أشعر بالخجل من مرشحين محسوبين على المعارضة ولا فرصة لديهم، ويترشحون كيدا في مرشح معارض حقيقي وتقربا من ونقط، عيب عيب. الحقيقة ناس كتير من اللي يعني مش كتير قوي الحقيقة، يعني أكيد الدكتور عبد السند يمامة ده بره الحزبة، ليها تاريخ بتضحي بتاريخها، فعلا بتضحي بتاريخها. وللأسف الصورة اللي بقت متصدرة للناس كلها دلوقتي هي إن المرشحين اللي نازلين هم مش نازلين ضد رئيس النظام الحالي، مش نازلين ضد عبد الفتاح السيسي، هم نازلين ضد أحمد الطنطاوي. إحنا انتخابات شبه انتخابات 2005، اللي كانوا نازلين كانوا نازلين ضد أيمن نور، ما كانوش نازلين ضد مبارك. النهاردة عندنا مرشحين نازلين ضد أحمد الطنطاوي مش ضد عبد الفتاح السيسي.
دكتور أيمن نور كان كتب تويتة يمكن قلتها في البداية، خلوني أقولها لكم عشان اللي ما شافهاش، من ما شافناش في أول الحلقة. الانتخابات الرئاسية المصرية يحدث الآن في شهر عقاري رود الفرج. هذا الفيديو شهادة حية من صحفيين تعرضوا للضرب المبرح أثناء محاولة فاشلة لعمل توكيل للمرشح أحمد الطنطاوي. الفيديو اللي احنا عرضناه ليكم من دقائق صغيرة فاتت. قال لك في زمن مبارك 2005، في زمن الاستبداد الجميل يا جماعة، ما هو 2005 لما بنقول لك استبداد وديكتاتورية، ده كان زمن جميل للي بيحصل دلوقتي. يقول لك الدكتور أيمن نور كانت الدولة لا تمنع إصدار التوكيلات لأنصار أيمن نور، بالعكس كانت بتصدر وتسلم التوكيلات فورا لأصحابها، لكنها كانت لا تسجلها في الدفاتر الرسمية حتى تدعي لاحقا بتزويرها. الموضوع كان أسهل دون أي عنف أو ضرب أو منع، وده الفارق الكبير بين 2005 و 2023. ضرب صحفيين، ضرب وسب صحفيين، مش لمجرد أن هم بيعترضوا على النظام عشان عايزين يعملوا توكيل، مش عشان مقالة كتبها ولا فيديو مثلا شعروا فيه بالإهانة، عشان عايز يعمل توكيل لأحمد الطنطاوي فيتعمل فيه كده.